في جانب تاني بقى، وهو جانب التحكيم وجانب الفار. علامات استفهام من هنا لبكرة. بدأناها مع مباراة المقاولين العرب واتكلمنا فيها، قلنا يا جماعة القصة كده فيها استفزاز لجمهور نادي الزمالك. انت لما تكرر الأخطاء قدام نادي الزمالك، انت ظلمت نادي الزمالك في مباراة المقاولين العرب، بعدها في مباراة البنك الأهلي بطرد عواد. المشكلة ان الناس كلها حتى المسؤولين عن اتحاد الكورة بيطلعوا يتكلموا ويقول لك لا دي بصراحة مش ركلة جزاء، دي بصراحة مش مستاهلة طرد العواد. حلو. لما كان معانا الحاج عامر حسين واتكلمنا معاه، بقول له طبعا الحاج عامر حسين لان هو بيتقال له كده يعني، فالراجل قال لك هتفتح علينا مواضيع كتير قوي لو رجعنا او قلنا الطرد ده ما يتحسبش. كلمة الطرد ده ما يتحسبش او يلغى لانه غير صحيح، دي بين قوسين بتساوي كلمة العدل، لان العدل هو ان اللاعب ما كانش المفترض يطرد. فلو خدنا الكلام ورتبناه جنب بعض وقلنا ان الموضوع ده هيفتح علينا مواضيع كتير جدا وكلام كتير جدا وناس كتير هتطالب بحالات مشابهة، فانت كده بتقول انا مش هطبق العدل حتى لو شفته بعد ما انتهت المباراة. طيب عايز ايه؟ عايز ايه غير ان المباريات اللي بعد كده هيحصل فيها نفس الاخطاء ومش هيحصل فيها تفادي لتكرار هذه الاخطاء والتعنت مع لاعبي نادي الزمالك؟ انا شايف النهاردة الحكم محمود ناجي بيبرق للاعب من لاعبي نادي الزمالك بعد ما لنبيل عماد دونج بعد ما خد كوع في وشه